المنافسة بين السيارات الفاخرة صعبة، حتى المصنعون الكبار أودي وبي إم دبليو تواجههم صعوبة في منافسة سيارة مرسيدس من الفئة إس، ولهذا السبب يمكن أن نفهم لماذا تتوجه بعض الشركات المصنعة لتغيير موضعها قليلا. على سبيل المثال مازيراتي مع كواترو بورتي وبورشي مع باناميرا، نفس المبدأ تتبعه جاغوار مع إكس جي. بينما كان تصميم الموديلات القديمة يتمسك بالأسلوب البريطاني التقليدي، تبدو جاغوار إكس جي الجديدة رياضية أكثر من سابقتها، وتصف جاغوار ذلك بالموديل الأكثر شجاعة. منذ 2016 خضعت جاغوار لتحسينات بسيطة. النسخة المنقحة تتوفر على صمام ثنائي للأضواء الأمامية والخلفية ونظام التوجيه المعزز. يتسم داخل السيارة الفارهة بالفخامة، فالمقاعد الجلدية تذكر بالطراز الباروكي، ونظام الصوت يصل إلى 1300 واط. شاشة العرض HD 12.3 موصولة بلوحة العدادات. شاشة العرض 8 بوصات ولوحة التحكم في الوسط يمكن تشغيلها باللمس، ويتم التعرف على حركة الإصبع كما هي الحال مع الهواتف الذكية الحديثة. صندوق السيارة يصل حجمه إلى 520 لتراً. إذا كان موقع المقعد الخلفي على اليمين هو المكان الأفضل في الفئة إس، فيجب القول بخصوص جاغوار إكس جي إن المكان الأفضل هو خلف المقود، كما أن هناك متسعا كافيا للأرجل، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للرأس. رغم ذلك نجد في السيارة الكثير من عناصر الراحة والرفاهية، مثل نظام التدفئة والتبريد الأوتوماتيكي للمقاعد. الميزة الأخرى هي منظومة التوجيه غير الخطية، وهذا يعني كلما زاد التفاف المقود ازداد سرعة دوران العجلات، وهذا مريح للغاية عند ركن السيارة مثلا، لكنه قد لا يعجب الجميع، إلا أنني أجده مريحا للغاية. سيارة الاختبار بهذه المواصفات يصل سعرها في ألمانيا إلى 93,000 يورو. استهلاك الوقود يصل إلى حوالي 5.7 لترات لكل 100 كيلومتر. هذه النسخة متوفرة بنوعين من المحركات، محرك ديزل ومحرك بنزين سعة 3 لترات. نحن نقود سيارة بمحرك ديزل سعة 3 لترات، قوته تصل إلى 300 حصان، أما عزم الدوران فيصل إلى 700 نيوتن متر، ويمكن الشعور بهذه التغييرات الآن أثناء القيادة. القوة الدافعة تتغير بدون إصدار ضجيج بفضل ناقل حركة أوتوماتيكي في المحور الخلفي ذي 8 سرعات. بسهولة وبخفة تقطع هذه السيارة المسافات. القدرة الجيدة للحد من الضجيج تجعل جاغوار إكس جي توفر راحة مثالية، حتى آلة التنبيه بالكاد تسمع في الداخل. بفضل الهاتف الذكي يمكن استخدام الكثير من التطبيقات ذات الوظائف المختلفة، ففي حال جرت محاولة سرقة السيارة يتم تنبيه المالك، كما يمكن تحديد مكان وجودها. ومن بين ميزاتها تشغيل التدفئة الداخلية والتحقق من كمية الوقود. الموديل رباعي الدفع متاح فقط بمحرك بنزين سعة 3 لترات، أما السيارات التي يعمل محركها بالديزل فتتوفر فقط بالدفع الخلفي. محرك فائق الشحن 5 لترات ذو 8 أسطوانات متاح في موديل إكس جي آر. سعر السيارة يزيد 50,000 يورو عن سيارة الاختبار هذه، ويتمتع بقوة 405 كيلووات.
كل جولة فاخرة على متن مثل هذه السيارة لها نهايتها. الخلاصة هي أن جاغوار إكس جي تبقى سيارة عظيمة رغم أن الشكل الخارجي ليس كما يتمنى الكثيرون، والشيء الجيد هو توفرها على كاميرا ب 360 درجة. ولكن من يعتمد على المرآة الداخلية يجب أن يدرك أن الزجاج الخلفي مائل جدا، الأمر الذي يعيق رؤية الجزء الخلفي من السيارة. إضافة إلى ذلك أستطيع أن أقول أنني استمتعت أثناء الاختبار كثيرا بفضل محرك الديزل سعة 3 لترات، ولهذا السبب يجب أن أقول أن مكان السائق هو الأفضل في هذه السيارة.